السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أصدقائي؟ معكم نايم من قناة نيمو. حبيت أعرض لكم اليوم فيديو شلون تخلص مهمات الكريسماس اللي هي 14 يوم، وكلام عن التحديث الجديد اللي هو نزل اليوم بتاريخ 18/12. ويلا مع بعض، هاي واجهة اللعبة لسه هلأ أنا فتحتها. هلا لسه احنا فتحنا اللعبة هون. اول ما فتحنا طلعت لي هاي الانترفيس اللي هي المهمات. نايس مضاد، نايس، وربحنا البنا حلو. هلا اول شيء هون قائمة عندكم، اول ما تفتحوا اللعبة بتحطوا هون، في هاي نزلت جديدة هلا هون، في هدية عليها استفهام اللي هو اليوم الاول، لانه اليوم لسه هلا نزلت التحديات واليوم التحديث الاول. بندوس عليها. قبل ما ندوس عليها صح، في شغله بدي اقول لكم عليها اللي هي التشالنج اللي كان نزلت. التشالنج هي عباره عن 14 تحدي، وكل تحدي بيعطيك شغله جديده. حلو، في الجلادر 2020 السنه الجديده. حلو حلو كثير. في عندكم هاي الموسيقى، في الاكس، تعالوا نجرب مع بعض. حلو خرافي الاكس. في عندكم هذا الايمود الجديد. اوه والله انا بردان هلا، خرج امي تعملي شوربه عدس. المهم في التحدي الاول نزل اللي هو بدك تدور على الجوارب اللي هي الشربات، الجوارب يعني بلبسوا بالرجل اللي هن، عزكم الله يعني. بس هو اثنين ستيج، ليكنا مع بعضنا لنشوف الستيج الاول، بدنا ندور على الجوارب. تمام. وبالنسبة للتحديات الباقية انا رح نزل كل يوم مقطع ولو قصير، بدي اشرح لكم في التحديات اللي هن هدول اللي بدنا ننزلوا هلا، اللي بدنا ننزلوا في واحد بعد 17 ساعة، يعني بدنا نفتح كل يوم تحدي جديد بالمختصر مشان ما اطول عليكم الفيديو، ونشوف مع بعض نساوي التحدي الاول ونشرح لكم قصة الهدايا الجديدة اللي نزلت. هاي الهدايا الجديدة. تمام، اول شيء بتشيكوا هون يوميا اول ما تفتحوا اللعبة. في ملاحظة هي ركزوا فيها كتير، انه اذا انت ما بدك تفتح، عندك امتحانات، عندك اي شيء، خويك مثلا كسر لك اللابتوب او البلاي ستيشن تبعك لا قدر الله، بتفوت، بتقدر تفوت تاخذ كل هداياك اللي هن ال 14، بس بشرط اللي هو قبل يوم 7 شهر 1، يعني 7 شهر 1 بيلتغى هذا الشيء، وهدول الشغلات ما تنزلوا بنوب باللعبه، يعني بتضيفهم على حسابك، ما راح ينزلوا لا بالايتم شوب ولا بمكان تاني، يعني شيء ليجندري على الاخر الصراحه. فهي المعلومة خلوها براسكم، انه ممكن ما تفتح، بس المهم قبل يوم 7/1، يوم 7/1 تفتح بتاخد كل هداياك محفوظة وموجودة. تمام، ناخد مع بعض الهدية الاولى تبع اليوم الاول، نعمل فيزيت لودج. حط فيزيت لودج، نفتح على البيت. واو والله شي حلو كتير صراحة، ابداع. تمام، في عندكم هون هدايا تشوز مي، عم تقول لك انه اخترني. في عندك هون بيك مي، يعني نفتح الطرد او شيء. وفي عندكم هون هبي انترفاس، ما بعرف شو بيعمل هون، تعال نشوف مع بعض شو ها. بس هي 5000 XP، واو شيء حلو والله ظريف. تمام، يوميا بتفوت تاخذ 5000 XP، حلو شكرا يا عمو كروكشوت. المهم هلا انا شفت كثير على اليوتيوبر عم يفتحوا هاي، عم ياخذوا جلايدر، اكثر شيء الجلايدر الزرقاء اللي هي باين انه شكلها جلايدر، بس انا هلا رح اغير مشان انتم تشوفوا، رح اشوف هدول، رح افتح هذا بركي بيطلع شيء حلو شكله انه كبير وظريف. نختار هاي اليوم باليوم الاول مع بعض، نكبس كيو. ما عم تفتح، ما بعرف شو السبب، ما فتحت. هاي جرب غير واحدة. بعد نكبس كيو لترج، بعدين ندوس ايه بتعمل اوبن تفتح. اوه تموين حلو، لا بأس فيه. انا ما حبيت الجلايدر كتير فحبيت نقي غير شغلة. هلا بنشوفه مع السلاح مع بعض، نجرب على الأسلحة كلها. ومشان تحدي تبع الجواري أنا بتوقع هون بتضل دايس إي، لا تفتح
جاي يا عمو باب المال. Sound good. You have looked at a new challenge for winter rest. Deal damage to weapon with snowball launcher. اوكي. هلا احنا خلصنا اول تحدي، اخذنا الجرابة تمام. بدك تعمل deal damage to weapon with snowball launcher تمام. بدك تعمل دمج بالسنوبول لانشر اللي هلا انا عرض لكم صورته. هذا هلا صورته عرضت لكم اياها. هذا بسيط بتلاقوه باي شيست اي مكان، تاخذوه وبتدمجوا فيه، بس بنشوف قديش الدمج مع بعض. شوف الدمج مع بعض تمام. هلا هون خلاص ما عاد فيك تفتح شيء ثاني تمام، ما عاد بتقدر تفتح شيء ثاني لحتى يلف هاي الساعة. تلف هاي الساعة يوم جديد بقى تعرفوا. خلاص شكرا نطلع ونعمل من فوق هون ليف لودج ونشوف هون مع بعض التمويه اللي ربحناه. ابلاي تو اول اوكي حلو. هاي الصوت شوتجن حلو لا بأس فيه صراحة، حلو عجبني انظري. والتشالنج نشوف التشالنج مع بعض. التشالنج الديل دامج وابن سنوبول اللي هلا انا عرضت لكم صورته، رح اعرض لكم صورته هلا هون على جنب. بدك تدمج فيه 200 دمج وهيك بيكون خلص معك التحدي وبتربح هاي الصوره. حلو تمام، خلصنا اول تحدي وان شاء الله على التحديات الجايه رح ننزلكم كل يوم، ننزلكم حتى لو مقطع صغير. عم بفتح الصندوق الجديد تبع ثاني يوم وعم بعمل التحدي تبع تاني يوم مع بعض، يعني بتشوفوا هدايا تبعي وبتشوفوا التشالنج انه شو هو التشالنج تبع اليوم التاني. وانتو كمان بالتعليقات اكتبوا لي شو ربحتوا وشو اخذتوا انتو، شو فتحتوا الهدية. في موضوع بدي احكي فيه كمان نسيت اخر شيء، انه هو في فيروس نزل على السكن الابيض اللي هو 8 او بول 8 هيك شيء. المهم السكن اللي هلا انا حعرض لكم اياه وينو 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 هاد سكن هاد، عم يقولوا انه نزل له مثل لون وليكو فعلا نزل اللون هذا، نزل فيه فيروس رح اعرض لكم اياه مثل اللي نزل بالفيروس تبع الروبوت اللي هو موضح قدامكم بالصوره. هذا كل ما استهلكته لهذا ال 8 بول اللي هو السكن هذا، السكن الي طلع مو جواته بشري يعني هيك طلع من النهايه. كل ما استهلكته كل ما بيسود رح اعرض لكم الصوره شلون رح يصير اخر شيء لونه النهائي. فشكلها بدهم يفوتوا السيزون القديم مع التشابتر 1 تشابتر 2 فيروس وهيك شيء. فاكتبوا لنا كمان رايكم بالتعليقات، وحبيت اعرض لكم هالمعلومه كمان عشان بلكي ما بتعرفوها او بتعرفوها. رح اعرض لكم صور الهدايا كلها الموجوده بال 14 يوم وبس. وهيك بنكون وصلنا لنهايه المقطع، ويا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس مشان تضلوا يوصلكم كل جديد من التحديات. وانا رح اعمل قائمه خصوصي على اليوتيوب اللي هي اعرض فيها التحديات، رح اعمل قائمة خاصة على اليوتيوب فيها على القناة اللي هي اسمها تحديات ال 14 يوم او تحديات الكريسماس، ورح احط لكم اياها ورا بعض. وكل نهاية فيديو رح احط لكم اقتراح الفيديو تبع اليوم الثاني. هيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع، وشكرا لكم، ولا تنسوا من لايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.